بعد فضيحة المايو تعرف على أبرز الأزمات في حياة منى فضالي. ارتبط اسم الفنانة منى فضالي دائما بحالة من الجدل والإثارة التي تتواجد بمجرد ذكر اسمها، بالرغم من قصر فترة عملها الفني، إلا أنها استطاعت أن تكون محل اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، حيث تعددت مواقف منى فضالي التي تثير فيها الجدل، بداية من ظهورها في عيد ميلادها منذ سنوات بشكل مثير في ملابسها وعلاقتها مع الفنانين، وصولاً لنشرها صورة لها بالمايوه أمس تسببت في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما حذفت فضالي صورتها على إنستغرام بعد الضجة الكبيرة، حيث نالت هجوماً من التعليقات السلبية بسبب أن المايوه الذي ترتديه يكشف جسدها بشكل كبير. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تتعرض فيها فضالي لهجوم كبير من المتابعين، سواء بسبب أدوارها الجريئة أو صورها أو رأيها، فقد تعرضت لهجوم كبير بسبب دفاعها عن الفنان أحمد عز في قضية النسب مع زينة، قائلة في أحد لقاءاتها التلفزيونية: حبيبي وصاحبي وحقه علي أقف جنبه حتى لو كان غلطان، لإني أنا عارفاه كويس واثقة فيه، ومش عيب إني أقف جنبه، لو ما عملتش ده يبقى أنا ندلة. وفقاً لقولها في برنامج بوضوح لعمر الليثي، موضحة أن عز مظلوم، وأقسمت أكثر من مرة أنه لم يفعل ذلك، وقال: طبيعي إني أقول كده، وحقي إني أقف مع صديق لي وصدقته. كما تأثرت علاقتها بالفنان محمد فؤاد منذ إقامة عيد ميلادها في 2011 بعد انتشار صور غير لائقة من داخل الاحتفال أثارت ضجة كبيرة، ورغم اعتذارها على ما حدث إلا أنها تفاجأت من رد فعل فؤاد عندما صرح بأنه ندم على حضور عيد الميلاد. كما أثرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لهجوم في عام 2013 من بلطجية قاموا بسرقة سيارتها وهواتفها المحمولة، بينما انتشر أنها تجردت من ملابسها وتم اغتصابها، إلا أنها نفت هذه الأنباء، موضحة في برنامج شيخ الحارة أنه مستحيل حدوثه. وشاركت منى فضالي في العديد من الأعمال الفنية، حيث قدمت العديد من المسلسلات أبرزهم ناس في كفر عسكر، آخر المشوار، عفاريت السيالة، الليل وآخره، يا وردي مين يشتريك، أحلام هند الخشاب، والملك فاروق. أما أبرز الأفلام التي شاركت فيها: الشبح، وتحت الترابيزة، ومفيش فايدة، والباشا تلميذ. تخرجت منى فضالي التي ولدت في 4 سبتمبر عام 1983 في كلية السياحة والفنادق رغم شغفها للفن منذ الصغر، إلا أنها بدأت مشوارها الفني عام 2002 بظهورها في دور بمسلسل أين قلبي بطولة يسرى من خلال والدتها التي قدمتها للمخرج مجدي أبو عميرة لكونها في هذا المجال الفني، حيث كانت تعمل مساعد مخرج.